أهلا بكم مشاهدينا، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من تن تي في. نبدأ أخبارنا من أزمة الصيادين المصريين في تونس، حيث أعلنت الخارجية المصرية عن تواصلها مع السلطات التونسية لحل مشكلة احتجاز مركب الصيد المصري من قبل قوات حرس السواحل التونسية. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية إن السفارة المصرية في تونس اطمأنت على الصيادين المصريين، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع السلطات التونسية لضمان عودتهم إلى مصر في أسرع وقت. كانت السلطات التونسية قد احتجزت يوم الثلاثاء الماضي مركبا مصري كان على متنه 16 صيادا مصريا قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوبية شرق تونس بتهمة الصيد في المياه الإقليمية التونسية.